امر الكومبير في البي ال سي هو ما بيعملش حاجه غير ان هو يعمل مقارنات، دي شغلانته، شغلانته انه دايما يعمل مقارنات. يعني ايه المفاتيح اللي موجوده في الكومبير؟ هي دي، هكتبهم لك بالانجلش جنبيه عشان دول زي اللي في السوفت وير، وبعد كده هقول لك معناهم ايه. في مفتاح اسمه ايكوال تو، مفتاح اسمه greater than or equal. في مفتاح اسمه less than or equal. مفتاح اسمه not equal. مفتاح اسمه greater than. ومفتاح اسمه less than. دول الست مفاتيح اللي موجودين جوه البي ال سي. ايه الفكره؟ لو انت فهمت معنى اسمه هتفهم هو شغال ازاي. المفتاح دوت اسمه معناها اللي فوق بيساوي اللي تحت. هنفهم يعني ايه اللي فوق يعني ايه اللي تحت. اللي فوق بيساوي اللي تحت، اللي فوق اكبر من او بيساوي اللي تحت، اللي مكتوب فوق اصغر من او بيساوي اللي مكتوب تحت، اللي بيكون مكتوب فوق ما ينفعش يكون بيساوي اللي مكتوب تحت، اللي مكتوب فوق اكبر من اللي تحت، اللي مكتوب فوق اصغر من اللي تحت. يعني ايه ده كونتاكت؟ هو عامل زي المفتاح العادي بس هم مطينه شويه. الفكره في ايه؟ لو انا كاتب حاجه فوق والحاجه دي بتساوي اللي مكتوبه تحت هيبقى نورمال كروز. يعني من الاخر لو المعادله اللي هي بتاعه المفتاح اتحققت هيقفل، المعادله ما اتحققتش هيبقى فاتح. يعني هو طبيعته ايه؟ ما اعرفش طبيعته ايه. يعني هو الفكره حسب اللي انت كاتبه. يعني مش اللي هو اوبن وهيبقى كلوز او كلوز هيبقى اوبن، حسب اللي انت عامله. لو اللي مكتوب فوق زي اللي مكتوب تحت هيبقى كلوز، لو اللي فوق اكبر من او بيساوي المكتوب تحت هيبقى كلوز، لو اللي فوق اصغر من او بيساوي المكتوب تحت هيبقى كلوز، لو اللي فوق غير اللي مكتوب تحت هيبقى كلوز، لو اللي فوق اكبر من اللي تحت هيبقى كلوز، لو اللي فوق اصغر من اللي تحت هيبقى كلوز. مش يتساوى. لو اللي انا كاتبه سؤال، يعني هقول لك مثلا مثال، 5 بتساوي 5، الكلام ده صح؟ ها يبقى كده كلوز. لو اللي انت بتقراه ليه معنى، او اللي انت سامع ان انا بقوله ليه معنى يبقى كلوز، لو اللي انا بقوله ملوش معنى يبقى غلط، يبقى اوبن. يعني مثلا 6 اكبر من 7 طب بتساويها، يبقى المفتاح ده اوبن. اوكي. مثلا 13 اصغر من 2 غلط، ده اوبن. 5 اصغر من او اكبر من 8، صحيح مش اصغر منها، مش اكبر منها بس اصغر منها، لا تساوي يعني، صح ده كده كلوز. نوت ايكوال يعني لا يساوي. 3 اكبر من 2، 3 اصغر من 3، لا. اوكي ايا كان الارقام اهي. في الحقيقه عشان ابقى واضح مع حضرتك، مش هيحصل ابدا انك انت تلاقي برنامج معمول بالمنظر ده. مثلا ينفع يتكتب بس ملهاش اي معنى. ليه؟ بالظبط. عمري ما هقارن كونستنت مع كونستنت. ما انا عارف ان مدى الحياه النهارده وبكره وبعد بكره ال10 بتساوي 10، صح؟ فعمري ما هقول له هي ال10 بتساوي 10 لو بتساويها شغل. طب ما دي معناها ان هو شغال مدى الحياه. كان اول جبت سلكه ووصلتها من بره بره ووفرت البي ال سي، صح؟ او ان انا اقول له مثلا لو 5 مختلف عن 5 شغل كي 0.2. طب ما هو 5 عمرها ما هتبقى مختلف عن 5. عشان كده الكومبير دايما في البي ال سي بيكون ما بين كونستنت وفاريبل، يعني حاجه ثابته مع حاجه متغيره، او ما بين فاريبل وفاريبل، حاجتين متغيرين مع بعض. ما بين كونستنت وكونستنت استحاله، مش غلط بس لا يمكن تكون موجوده. اوكي. المقارنه ما بين كونستنت وفاريبل يعني ايه مثلا؟ الكونستنت عارفين 1 2 3 4 الارقام احنا نكتبها دي كونستنت. ايكوال يعني يساوي. يساوي. كونستنت عارفينه اللي هي الارقام احنا هنكتبها. الفاريبل زي ايه؟ تفتكر ايه الحاجه المتغيره في البي ال سي؟ الكاونتر.
تايمر كاونتر فلان تايمر فلان الاوتبوت ماشي الاوتبوت ممكن اشغل فلان واتس فلان الانبوت صح زي ما انا عايز اساميهم اساميهم تهمنا ما اللي بالسويتش طبعا تبع الانبوت الميركرز صح زائد بقى حاجات هناخدها اسمها الفاريبل السبيشال ميركر الاكوموليتور واحد والاكوموليتور اثنين كي دي كلها حاجات متغيره جوه البي ال سي ينفع استعملها مع الكومبير ده تبع الفاريبل في رينج من ضمن الفاريبل بنسميه ديت اند تايم اللي هو تاريخ وساعه اوكي فهيبقى دوت تبع الفاريبل تمام دي كلها حاجات ينفع استخدمها كفاريبل مع الكومبير في بس معلومه الكومبير دول موجودين في السي بي يو ال 214 وال 224 الكومبير دول ثلاثه دول موجودين بس في السي بي يو 224 في ال 214 لا اوكي هي عامه مش فارقه كتير هقول لك ليه تعال نعمل مثال كده بسيط الثلاثه دول مش موجودين في ال 14 مشكله صح لا مش مشكله خالص ولا اليوم اي لازمه ده سان ده كان بيهزر اساسا بيستظرف لما عمل الحركه دي عارف ليه ولا ليه اي لازمه هقول لك ليه لو انا قلت له مثلا لو سي 10 مثلا تعالى نعملها هنا الاول سي 10 اكبر من 5 عايز اعملها هنا اعملها سي 10 اكبر منها او يساوي كام ها هنا يعني هنا مثلا لو السي 10 اكبر من 5 عامل كذا يبقى هيبدا يعمل كذا من عند كام من عند 6 يبقى ده كان ليه لازمه عمل حاجه جديده ما اخترعش حاجه ولا ليه لازمه طب عايز اعمل عكس لو تي ثواني مثلا تي مثلا 32 اصغر من 4 ثواني هنا اقدر اقول تي 32 اصغر من كام اصغر من او يساوي ها سؤال ده من تحت الاربع ثواني يشغل يعني من اول كام خد بالك ده التايمر ده بيعد بالملي سكند 3000 3999 مش ده هو ده صح انا عايز اقنعك ان ده مش فارقه يعني عشان لو اللي منكم هيقعد على السي بي يو القديمه يشتغل مش مشكله اي برنامج هنعمله عادي ده مثلا لما سي 15 يوصل ل 10 هيروح عامل ايه؟ طول ما سي 15 9 9 مختلف عن 10 شغال 10 لا 10 مش مختلف عن 10 هيروح عامل ايه؟ يبقى عند ال 10 هيعمل ايه؟ هيفصل صح؟ طب انا هنا عايز افصل عند ال 10 اعمل ايه؟ ده عند ال 10 بيوصل مش بيفصل لو عندي موتور عايز افصله ممكن اعمل ايه؟ اخد من ده اشغل ميركر والميركر يعمل ايه في الموتور؟ تمام؟ في الكومبير هنا في الكومبير في الكومبير بايت والكومبير انتجر والكومبير دبل وورد والكومبير رير هنعرف ايه الفرق ما بينهم ليه في البي ال سي مع حاجات معينه البايت ينفع والباقي لا ليه مع الدبل وورد ينفع مثلا مع الايكويشن اللي هي الارقام صحيحه لكن الريال ما ينفعش ليه الايكويشن اللي بعلمها عشان ينفع معاه الريال بس الدبل وورد ما ينفعش ده اللي هنتكلم عنه الاين مثلا اللي بيكتب فوق والاين بيكتب تحت عايز تسميهم نفس الاسم مش فارقه لان اللي بينفع يكتب فوق ينفع يكتب تحت بس بشرط في الايكوال لما اقول 10 بساوي 10 صح هي لما اقراها من فوق لتحت او من تحت لفوق لما اقول في النوت ايكوال النوت ايكوال لما اقول 5 مختلف عن 2 هي لما اقول 2 مختلف عن 5 صح بس لما اقول اكبر من او يساوي ما ينفعش اقول 10 اكبر من 2 يبقى 2 اكبر من 10 لا او في او في الاصغر من برضه لا اوكي فخد بالك بس منها وانت بتقراها مش اكتر احنا اتفقنا ان في اي كومبير من دول ينفع اكتب كونستانت كي الكونستانت هنا مثلا هيكون كام؟ ما يعديش ال 255 صح؟ الكونستانت هنا ما يعديش ال 32767 الكونستانت هنا وهكذا بقى لكل واحد من دول فيه كونستانت في اقصى قيمه ممكن تتكتب الارقام اللي هي فاريبل او الحاجات اللي هي فاريبل لسه كنا كاتبينهم دلوقتي زي الانبوت والاوتبوت والميركر والفاريبل
والسبيشال ميركر والاكوموليتر. بس دوت نوعه ايه؟ لا ده مش بيت، البيت ده بايت، البيت بي سمول. بايت يبقى معناه ان احنا عندنا انبوت بايت واوتبوت بايت وميركر بايت وفاريبل بايت وسبيشال ميركر بايت. فاكرين لما قلنا انبوت بايت ليها معنى؟ انبوت بايت زيرو معناها ايه؟ كنا اتكلمنا عنها في الميموري. اول 8 دخل انبوت صح؟ لو قلنا كيو بايت 2 ثالث 8 دخل خارج سوري كي صح؟ وهكذا. هنشوف بعدين في البي ال سي ممكن نستخدمه زي في الكومبير. الاكوموليتور فيه اكوموليتور 1 واكوموليتور 2. هنفهم ايه حكايه الاكوموليتور ده بس بعد ما اخلص الجزء دوت. وهكذا. هنا انبوت وورد اوتبوت وورد ميركر وورد فاريبل وورد سبيشال ميركر وورد اكوموليتور 1 اكوموليتور 2. في حاجه ثانيه ناقصه؟ في حاجه ما كانش ينفع اكتبها مع البايت بس هي اساسا مع الانتجر شغاله زي الفل، اللي هو تايمر وكاونتر. تايمر فلان كاونتر فلان. فاكرين لما قلنا ان التايمر والكاونتر فيه ثلاث معلومات مهمه جدا لازم اعرفهم كانوا ايه هما؟ انتجر وورد ساين. اقول لك مفاجاه، الكومبير ده لو وقفت عليه هيكتب لك انتجر وورد ساين، عشان كده التايمر لازم ينفع مع ده بس. ده هيكتب لك انتجر بايت انسايند، طبعا ولا هو بايت ولا هو انسايند. اوكي عشان كده البلوكات اللي هناخدها اللي هي شغاله انتجر وورد ساين يبقى مع ده، انتجر بايت انسايند يبقى مع ده، انتجر ده وورد ساين يبقى مع ده، فلوتنج بوينت ريال ساين يبقى مع ده. عشان كده لازم نعرف كل واحد لوحده. في حاجه ثانيه اسمها الاي اي دبليو فلان والاي كيو دبليو فلان، اللي هم الانالوج انبوت والانالوج اوتبوت. الانالوج انبوت وورد والانالوج اوتبوت وورد بيشتغلوا مع برضو الانتجر وورد سايد. اوكي وهكذا بقى في الدبل وورد، يبقى انبوت دبل وورد فلان، اوتبوت دبل وورد فلان، ميركر دبل وورد فلان، فاريبل دبل وورد فلان، سبيشال ميركر دبل وورد، اكوموليتور 1 واكوموليتور 2. اوكي ده بالنسبه للدبل وورد. في معلومه، ده احنا عارفين ان السايز بتاعه بايت، ده السايز بتاعه وورد، ده السايز بتاعه دبل وورد، ده السايز بتاعه ايه؟ الريال العلامه العشريه برضه دبل وورد. بس الفرق ان الدبل وورد اللي بيتكتب هنا بيقراه على انه رقم صحيح، الدبل وورد اللي بيتكتب هنا بيقراه على انه رقم ريال. يعني اللي بيتكتب هنا ينفع يتكتب هنا بس ده هيتقرا بطريقه وده هيتقرا بطريقه. بياخدها كلها ويقسمها بطريقه كده غريبه، بياخد البيت ال 12 وال 13 ويحط فيهم علامات واكستنشن، مش فاهم ازاي شغال ازاي. بس المهم ان هنا اللي بيتكتب هنا بيقراه على انه رقم صحيح، هنا اللي بيتكتب هنا بيقراه على انه رقم علامه عشرية. اوكي حاجه عمليه عشان كده الدنيا تايهت خالص. تعال نعمل مثال عملي لو خلاص همسح ونعمل مثال عملي. بس الاول افكرك بحاجه عشان ما تنساهاش. دايما في البي ال سي لما يكتب لك حرف البي، المعلومه دي ما تخصش بس الكلام ده، دي تخص اي حاجه خدناها وهناخدها. دايما لما يكتب في البي ال سي حرف البي معناه ان هو شغال انتجر بايت انسايند. الحاجات دي ما تتحفظش، يعني اللي مش عايز ينقلها من الهاش يكفي انك انت تقف على الحاجه اللي انت مش عارفها وهو هيكتب لك المعلومات دي. لما يكتب دبليو معناها انتجر وورد انسايند، لما يكتب لك اي معناها انتجر وورد بس سايند. عشان كده هنا ما رضاش يكتب دبليو كتب اي، معناها كان ممكن يكتب دبليو، ما دبليو معناها وورد. اوكي لما يكتب دي دبليو معناها انتجر دبل وورد انسايند، لما يكتب لك دي اي معناها انتجر دبل وورد بس ساين. طبعا حرف الار معناها فلوتنج بوينت دبل وورد ساين. البايت شغال انسايند،
من الاخر كله انتجر ما عدا الريال هو اللي مش انتجر. اوكي طبعا بي بايت دبليو وورد بي بايت ودبليو وورد. موضوع السايند والانسايند تعرفه منين؟ لما يكتب انتجر ودبل انتجر مش احنا شرحنا الانتجر ودبل انتجر قلنا في منه سايند وان سايند تمام. لما يكتب لك اي ودي اي يبقى شغال سايند. لما يكتب دبليو ودي دبليو يبقى شغال انسايند. في البدايه خلاص التايمر قيمته كام؟ اما دوست اول ما بدا مثلا ب 1 ملي سكند. 1 ملي سكند هو سوري بلاش قبل ما ادوس خالص كمان كانت قيمته كام؟ زيرو. الزيرو شيل كده دي واكتب مكانها زيرو. زيرو اقل من 2000 فالنقطه دي بقى كلوز ولا اوبن؟ يبقى هعرف اشغل صح. بدا يعد بقى 1 ملي سكند 2 ملي سكند 3 ملي سكند 4 ملي سكند برضه اقل من 2000 صح يعني شغال. مثلا ال 4 ملي سكند اكبر من زيرو اه فيبقى كلوز واصغر من 1000 اه فيبقى كلوز يبقى اول لمبه كده منوره. 7 ملي سكند اكبر من زيرو اه اقل من 1000 اه شغال. 100 ملي سكند اكبر من زيرو اقل من 1000 شغال. 500 ملي سكند اللي هي نص ثانيه اكبر من زيرو اقل من ثانيه شغال. لغايه ال1000 نفسها ال1000 اكبر من زيرو بتساوي ال1000 فشغال. 1001 ملي سكند هجرى لها ايه اللمبه دي؟ عشان النقطه دي وعشان النقطه دي؟ بسبب دي لان ال1001 اكبر من زيرو كده كده لكن 1001 مش اصغر من ولا بتساوي 1000. عند ال1001 مين اشتغل؟ ده اشتغل عند كام ببساطه حتى؟ عند ال1000 كمان. كي لان ال1000 بتساوي 1000 واصغر من 2000. 1001 ملي سكند اكبر من 1000 واصغر من 2000. اصل دي لمبه هشتغل 1 ملي سكند مع بعض. ال 2000 بتساوي 2000 بتساوي 2000 صح؟ 2001 ملي سكند ده هيعمل ايه؟ وده كمان هيعمل ايه؟ فالتايمر هيرجع لكام؟ لزيرو. عند زيرو يرجع يعمل تاني؟ يوصل تاني. فتلاقيه عمال يعمل فلاش على طول. صح؟ ها؟ لحظة بقى صح أكبر من زيرو قصدك تمام مش كده كده لو هي أقل من 1000 يعني أكبر من زيرو صح بديهي جدا إن هي لو أصغر من 1000 يبقى كده أكبر من زيرو دي مالهاش لازمة